شهدت عدة دول عربية ثورات في الآونة الأخيرة، فترى في بعض جزيئاتها التشابه أو المفارقة والاختلاف بنوعيها، إن كانت تلك التي انتهت إلى النجاح كما في تونس ومصر بسقوط النظامين الحاكمين فيهما، أو تلك الأخرى التي ما زال الشعب الليبي يصنعها باقتدار بثورته الشعبية التي اتسمت بطابع سلمي، إلا أن النظام استخدم عنفاً أحال فيه ليبيا إلى نهر من الدماء. شباب ملتزمون بمبدأ اللاعنف يعملون على إذكاء نيران الغضب الشعبي حين أضحى فيه الشعب أمام خيارين، إما أن يستسلم ويرضخ، أو أن يتحول الضعف إلى قوة يجند فيها كل طاقاته مطالباً بالحرية بعد سنوات من حكم الحديد والنار. إعلام بحد ذاته ثورة، ولكن الأغاني حتكون هي ثورة، لأن توصل إلى كل الناس، يعني ممكن من كلمات، ممكن من ألحان، ممكن كناس شباب صغار غنوا، فأكيد يعني حتوصل للناس كلها، يعني وحتحمس الناس يعني أكثر، اندفاعهم أكثر، لأنهم هم يحسوا أن هم هذه الثورة يعني ثورة مجيدة قاموها ناس عزل. جاءت الأغاني الثورية لتؤكد على سلمية الثورة مهما كانت طبيعة الاستفزازات التي يستخدمها النظام خوفاً من انهياره، فقد كان صوت الأناشيد القومية في ليبيا هامداً وخافتاً نتيجة التعتيم وسيطرة الحكم، إلا لما كان يتغنى لصالحه ويهتف بحياته. الأغاني اللي كان في أيام عهده هو طبعاً بالقوة فيه، اللي حتى من الخوف معمر معمر معمر، فهمته تو بانت معايا ولا لا؟ تو بانت إنه وين اللي بمعمر وين اللي بوني، ما كناش ندوروا فيه، نسمع فيه أغنية غرم بحت ونقولوا يسر الله وخلاص، فهمته تو بعد في أغاني بتاع الثورة اللي تحكي علينا ذن الناس انفعلت، تغير الوضع، حتى اللي كان خايف من حاجة انفعل قاعد يدير فيها من غير رأي أي حد، يصب يدير ويقاوم بالشاه ويدير لقطة بينا وبين ربه والبلاده. الساحة مفتوحة، أي حد حابب يغني يغني، يعبر عن شعورك، هي شحنة كويس، لكن أهم شيء أن أكون تنتقي ألفاظ كويسة، تعبر عن حالتك بهدوء وبأدب، وما تكونش جارح للآخرين اللي هم منك ناسك، وبعدين ما تستفزش لدرجة أنك أنت ممكن تشتم في أغنية مهما كان غضبك. يعني ليش زي ما قلنا في البداية، يعني مش لازم، يعني انت فنان في النهاية، وانت تمثل شعب، ربما في شعوب تانية تسمعك، والشعوب التانية تحكم على شعبك من أغنيتك. وبدأ حلم الحرية، فجذبت الثورة مواهب الشعراء والملحنين والمطربين ليتغنوا بهذا المشروع العظيم الذي وعد ليبيا بالحرية. أطلقت سراح ما كان طي الكتمان في الصدور من مكنون. قبل الثورة ما كان في أغاني أصلاً، بالنسبة بعد الثورة اكتشفنا أن في مواهب، في شعراء، في مؤلفين، في موزعين، في سيديات تنعمل بطريقة جديدة تواكب العصر، تواكب أن الشعب هذا والشباب هذا ما عندهم أفكار جديدة، بس للأسف ما طلعنش الأفكار هذين إلا في الوقت هذا. فأنا حالياً قاعدة نشوف الأغاني هذين، هنا ممكن يكون الأغاني شوية بس أغاني يوصلن الفكرة في الشارع في بنغازي. كل واحد عبر عن حالته بطريقته وبأسلوبه وبيئته وبأخلاقه وبأشياء كثيرة. يعني في طبعا اللي شد الناس، وفي اللي احترم من الناس، وفي اللي عكس هيك، أكيد في أي ثورة من الثورات العربية تحديدا اللي احنا نفهموها، يعني هو مش تهافت بقدر ما هو تعبير عن حالة في البداية، وخصوصا يعني لما تكون في حالة شبه حرب، انك مش في باب انك تغني، فاللي يفهم او يقدر لازم، لان انت تبي تتمنى حتى ام شهيد تسمعك، ومن العاده يعني البيت العربي في حاله الحزن ما يسمعش في اغاني ولا كذا، لكن ممكن تشد كلمه او نغم حزين غير مزخرف بكثره الانغام الموسيقيه ممكن يوصل. وهذه الحالة اللي أنا يعني نصدقها أو أي حد يصدقها أو نأيدها، يعني تعبير أنا ممكن أعبر عن حالة من غير آلة. يعني أيمن الهوني
المطرب والملحن الليبي عاش ثورة بلحظاتها منذ أيامها الأولى. اختلطت عليه المشاعر من هول ما رأى، فكتب ولحن وغنى. وبين الشهادة أو نصر ما يكفيني، يمي تراب الوطن عايش فيها. تأثرت جداً، ولدرجة حتى كثيرين استغربوا لوجودي في وسطهم. أنا قاعد في وسط الشباب، أنا قاعد في وسط في ذهول. يمكن اللي داروه الشباب الصغيرين احنا ما يعني مش في عفويتهم، ولكن حسيت ان في حاجه غريبه تصير، يعني من اعمار ما تتخيلش انها تثور او تدير حاجه او ترفض شيء. تعرف دور الفنان أو مدى حساسية وجود الفنان في وسط الشعب، ولكن طبعا له دور كبير إن يوجه للخير أو للصالح بمعنى أصح، أو يوجه للعكس. لم يقف أيمن في موسيقاه الثورية عند حد الكتابة والتلحين فقط، بل أضفى لمسة طفولية عليها حين فسح المجال لأطفال ليبيا بأن يدمجوا براءتهم مع الموسيقى الثورية اليوم بكلمات معبرة عن الحال المراد وصفه وانتقاده. مجموعة الأطفال اللي انت شفتهم هم اللي أقحموني على فكرة. مجموعة الأطفال 90% منهم من اللي نزحوا من مسراتهم، هم كانوا يحبيني هناك. أنا الطفل بالذات ما نحبش نجبر على حاجة، لأنه هو اختار الشيء هيعمله بإتقان، زي لما هو يخش يختار اللعبة اللي يحبها في المحل، تفرق عن أني أنا نشتري له لعبة مش هي اللي في باله. فأغنية شكرا أنا عبارة عن أن عملت الموسيقى بتاعتها والتوزيع وحماسة الأطفال. أنا ما أقدرش نجبر حد إنه ما يعبرش عن رأيه. وكحال الشباب الليبي لم تقف شذا مكتوفة اليدين، فقدمت صوتها الممزوج بالأغاني الثورية لترسل رسالة واضحة تقول فيها: ثورة غيرت فيها حاجات واجد بكل. أول مرة نحب بلادي فعلا، حسيت إن توا هي بلادي. من قبل لا، شنو حد يقول لي غني على ليبيا وهيك، نقول لا يعني مش حاسة إن هي متاعنا، بس توا لا ليبيا، ولازم حب للوطن. يعني أول مرة نحس بالشعور هذا، أشوف يعني في عمري 19 سنة وأول مرة نحس إن في وطن وعندي انتماء لوطني، لازم نغني لها، لازم ندير لها حاجة حلوة. انتقلت حمى الأغاني إلى البسطات ومحلات بيع الأشرطة والأقراص المدمجة التي شهدت طلباً متزايداً على الأغاني الوطنية والثورية من أجل التنفيس عن حالة الاحتقان والغضب بعد ركود. كل فنان يعطي كلمة يقولها هو للشعب متاعه، يدير على أساس أنها أغنية ولا نشيد ديني وينشرها، ونحن طبعاً بدورنا أن نوزعه وننشرهم طبعاً. وكل حاجة يعني كل الكلام هذا رغبة من جوا يعني في الفنان. يعني شارية الأغاني يظن أن نطلع في جيل شباب إنهم واعي، يقدر يحثنا إن على الثورة ويزيد حماسنا أكثر للثورة، فنضطر إن نحن نشروا الحاجات هذينا، حتى إن لما تولعها تحس بالطمأنينة وتحس بإنك عايش في بلادك حرة، ما فيش حد يتحكم فيك. يمي كفاية ظلمك في يمي. ثورة موسيقية للتعبير عن الثورة ظهرت بقوالب جديدة رغم قصر عمرها، لم تقتصر على اللغة الأم العربية بل امتدت إلى الإنجليزية. نوصل مسج ممكن للعالم، ممكن العالم حتكون أسهل لأنه لما يسمع سونغ ويفهم شو فيها من كلام يوصل للمعنى أكثر مما تكون أوكي في أغنية حلوة بالعربي بس هو مش فاهم أنا شن قاعدة نقول.
مش هذا مش يعني إنه لا ما نغنوش بالعربي، لا نغنوا بالعربي ونغنوا بالإنجليزي زيادة، يعني كنأكدوا لهم المعنى ونوروا للعالم إن إحنا عندنا إمكانيات وعندنا قدرات، بس إنه هو كان منعنا. وتنوعت من الأسلوب التقليدي إلى الإيقاع السريع الراب والشعر أيضا، كل منهم يريد أن يوصل رسالة الواقع الليبي ليفهمه الطرف الآخر من الوجود. طبعاً كمية الأغاني اللي موجودة في أغاني ثورة ممكن يقارب عن 100-150 أغنية، يعني كأغاني شباب راب، كأغاني فنانين محترفين ممكن حتى هم عن 50-60 أغنية. يعني نحسين بأن الموسيقى الراب هي واحد يطلع اللي جواته اللي داخله كله يطلع عن طريق الراب، موسيقى الراب فهمت، فمش نفس أي موسيقى عادية أخرى يعني، فهمت كيف؟ أغلب اللي تغنت كانت ستايل راب، وهي كانت طبعاً أنت عارف ميول الجيل الموجود للراب، وأسهل حاجة لأنه ما فيش غناء الراب، الراب ما فيش غناء، الراب عبارة عن سرعة طلقات، كيف تقدر تتبع البيت، فهم كيف؟ وإلى جانب هم يحبوه، وأنا سمعت كثير منهم، مش معنى هيك أنا ما نحبش، بالعكس أنا نحب أي حاجة تستهويني. فلا بالعكس في حاجات حلوة طلعت. على الرغم من عشوائية التجمعات اليومية في ساحات الحرية، إلا أن زوارها يجمعهم لحن واحد وكلمة واحدة، يستلهمون منهما حماسة المشاعر الثورية ونداءات التمرد على الظلم والتضحية من أجل غد أفضل، حتى إنهم أضحوا يشربون على أنغامها شاي الحرية. بين الإبداع والابتكار تبدأ مسيرة انطلاق الأغنية الثورية الليبية الرائدة، فمن كاتب لكلمات تلامس معاناة الشعب بكل شفافية، إلى انطلاق صوتها من سماعات المتاجر والسيارات، إلى شباب اتخذوا منها نغمة لهواتفهم النقالة، تنطلق عجلة سير الأغنية الثورية الناجحة، فلا تدخل في معمعة حسابات التجارة والربح، ويبقى الإبداع هو الهاجس الأول والأخير. بلادنا وعشنا في حما، يعني كل ما نسمع أغنية تتحدث عن الثورة ولا مهما كانت، يعني راب أو مش راب أو أغنية عادية أو موسيقى ستو تتحدث عن الثورة، كنت نزيد في الوطنية بتاعي ونزيد في حبي للوطن ونزيد في إحساسي. يعني نحاول كل ما نسمع أغنية نقرر أني أنا نبي نعدي نشارك بأي حاجة نساهم فيها، يعني هذين يعطي فيها دفعة معنوية عالية. يعني علي ما قد ما نحكي لك أنا مش ممكن تخيل الشعور اللي أنا حاسة بعد ما نسمع أي أغنية تحدث عن الثورة. هي الفكرة أن سيدي أنا طبعاً عايشة مع الأخبار وعايشة الحدث، بعد نطلع في السيارة ممكن ننسى شوية الحدث، لكن نحط السي دي نقعد عايشة 24، فأنا ما نبيش نطلع من حدث بنغازي، نبي نسمعه، نبي نعيشه، نبي الأغاني يعيشني في الموقف. شباب لما يسجلوا لحاجة هو تهيأ لنا داير حاجة كبيرة، وفي نفس الوقت المحطات سواء الراديو العادية الاي ام ولا الاي اف ام ما يحاولوا انهم ما يزعلوش حد، لكن اهم شيء يكون ما فيهاش كلام يكون سيء يعني او بذيء يعني لكن اكيد في انماط كثيره هابطه اكيد، يعني لا ترتقي حتى كلمه موسيقى يعني اكيد، ولكن هذين اكيد يكونوا فقاعات الحاجات هذين، وبعدين زي ما قلت لك حالات، حب يعبر عن الراي خليه يعبر عن الراي، اهم شيء بس باحترام ما عندناش مشكله، يعني هو مش هيقدر يكمل مش هيقاوم بحكم انه هو مش موسيقي او مش مطرب او مش اي حاجه، ولكن بارك الله فيه انه هو قال كلمه وحب انه يسمع الناس خير ما نسكتوه، ما تقدرش تسكت اي حد. تمزج اصوات وكلمات الاغنيه الثوريه بلحن يعزف على اوتار الحريه ويغني اغنيه التغيير المنشود، فيترنم الجميع على أنغامها وتنطلق أفكارهم وتعلو أصواتهم طرباً في ساحات ليبيا.